ونقطة الوصول دريم فيلاج، وهذا اليوم سيبقى مشهودا وشاهدا على هذا اللقاء التواصلي. بطله وكالة الأصفار السفير بشراكة مع جمعية أحضان بالمدينة الساحرة المحمدية. طبعا يقول السيد عزيز ياسين مدير الوكالة أن الهدف من هذا اللقاء التواصلي هو إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الصغار، ويله من شعار رنان في هذا اليوم المبارك. ياسين عزيز مدير وكالة أصفار السفير أمباسادور ترافل بمدينة المحمدية. إذن كيف جات الفكرة أن الأطفال ديال جمعية أحضان الأطفال اليتامى أنكم تقوموا اليوم بواحد رحلة في المكان الترفيهي بالمحمدية؟ هي فكرة في حقيقة فكرة قديمة، ولكن يلا تحت لنا الفرصة وحصل لنا الشرف، وحنا فرحانين بزاف أننا ننظموا هذه الرحلة الترفيهية رفقة هاد الأطفال اليتامى وبمشاركة مع دريم فيلاج وجمعية أحضان لليتامى اللي المقر ديالها في مدينة المحمدية. إذن باش حسيتوا من خلال هذا العمل الجمعوي اللي قامت به الوكالة ديالكم، باش حسيتوا بالفرحة ديال الأطفال؟ كما كنعرفوا بأن اليتيم مذكور في آيات عديدة في القرآن الكريم، وحتى في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيوصي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على اليتيم. وانطلاقا من هذا جاتنا هذه الفكرة هذه باش نكونوا بمعية وصحبة هاد الأطفال وندخلوا عليهم الفرح والسرور والبهجة، وفي حقيقة واحد الفرحة يعني داخلية اللي ما كتصورش، واللي كنادي من هذا المكان لجميع فئات المجتمع من وكالات أصفار، من أطباء، من أساتذة، من أي واحد يعني ممكن يخصص ولو القليل من الوقت ديالو، ماشي بالضرورة يكون يعني بواحد العطاء مادي، ولكن حتى بالعطاء المعنوي، أن أي واحد فينا يقدر يخصص ولو جزء بسيط من الوقت ديالو لهذه الفئة هذه ويدخل عليها الفرح والسرور وتكون ليه صدقة جارية إن شاء الله. إذا شنو اللي كان البرنامج ديال اليوم؟ البرنامج ديال اليوم برنامج متنوع، برنامج فيه فقرات يعني ترفيهية، فيه جولة كما كتشوفوا. جولة؟ نعم كان بدا بإفطار يعني بالنسبة لهاد الأطفال هادو كاملين، وكاينة جولة يعني تعريفية بواحد المجموعة ديال الحيوانات اللي ربما هذا أول احتكاك لهاد الأطفال بهاد المجموعة بهاد الحيوانات هادي، وتحت لهم الفرصة بأنهم يشوفوهم عن قرب أو حتى يلمسوهم. وكاين فقرات أخرى ترفيهية وتثقيفية، وان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون فيه ركوب الخيل، وفي العشيه ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني بعد وجبه الغداء غادي يكونوا فقرات اخرى غادي تكتشفوها معنا من بعد ان شاء الله. شكرا على الكلمه ديالك. مرحبا. اذا شرح لينا، واش اول مره كتجي هنا؟ اول مره كنجي هنا. الشعور ديالك؟ عجبني هذا المنظر بزاف، عجبني هذا الشيء، عجبوني كاع الحيوانات اللي كاينين هنا. اول مره كتشوفي السبع هنايا؟ اول مره. كلمه شكر لمن تقوليها؟ كنشكر هادو اللي جينا عندهم هنايا ديال السفر، كنشكر جمعيه احضان اللي جابونا هنايا. شرح لنا الشعور ديالك وانت كتشوف هاد الحيوانات هذه، واش اول مره؟ لا فجيت مره اخرى، وانا فرحان حيت جيت نشوف الحيوانات. كنوجهوا لجمعيه احضان واصفار السافية. كنقول لهم ما تقربوش الحيوانات، وحافظوا على البيئه وما تلوحوش الزبل. كنبغي نشكر جمعيه احضان بزاف ومحمدي بريس. انا اول مره جيت للدريم فيلاج، وكنشكر اعضاء الجمعيه كاملين، وكنصح اصدقائي كاملين باش يحافظوا على البيئه تاع دريم فيلاج، وانا كنشكر اعضاء الجمعيه بزاف. هذا شعور زوين، والدريم فيلاج زوين، وتنصح كاع الناس باش يحافظوا على الحيوانات، حيت حنا تخلقنا حنا والحيوانات خصنا نحافظوا عليها ونحافظوا على البيئه ديالتها. تنشكر جمعيه احضان ووكاله اصفار السفير ودريم فيلاج.